انه يشاهد كثير من اللحوم تذهب هدرا من منى والمجازر، ويسأل لو ترك ذبيحته إلى اليوم الثالث ثم ذبحها في منى وأكلها مع من بقي من الحجاج، هل في ذلك شيء؟ ليس في هذا الشيء. إذا أخر الرمي عن أول يوم إلى اليوم الثاني أو الثالث لأنه أنفع وأجدى فلا حرج عليه، بل قد يكون ذلك أفضل من ذبحها في أول يوم ثم رميها بدون أن ينتفع بها أحد. كذلك أيضا لو ذبحها في أول يوم بمكة وفرقها هناك على الفقراء فإنه لا بأس بذلك. وأنا أنصح أيضا إخواننا الحجاج إلى أن يحملوا اللحوم معهم من المجازر، فإذا خرجوا بها إلى الأسواق وإلى الطرقات وجدوا من يأخذها، لكن أكثر الناس يذبحها ويدعها لأنه يقول في هذا مشقة علي في حملها، وهذا قصور منه. فالمشقة وإن حصلت فإنها امتثال لأمر الله، كلوا منها وأطعموا. وأنت الآن إذا ذبحتها وتركتها ما أكلت ولا أطعمت، والله يقول كلوا وأطعموا، فأنت مأمور بأن تأكل وأن تطعم، وإذا لم يحصل ذلك إلا بحملها كان حملها من باب ما لا يتم المأمور إلا به.